انا مع حضرتك مستر محمد جمال ناجي، مدرس لغه فرنسيه. الحمد لله الحمد لله بفضل الله، الامتحان في متناول الطالب المتوسط المجتهد، والحمد لله بكل حاجه في مراجعتنا الحمد لله وبفضل الله، وكل مجتهد نصيب. والحاجه الالطف من كده، الاجمل من كده، ان اخر سبوره شرحناها، ان اخر سبوره شرحناها بفضل الله هو المقالي بالنص بالامتحان. النور كان قاطع، اقسم بالله كنا شغالين بكشافات، والحمد لله كنا شغالين 15 ساعه متواصله بفضل الله بمجهودنا وبعرقنا، والحمد لله الامتحان في طلابي كلهم بمجهودنا، وتفرق كتير الحمد لله، ودي نعمه عندنا، ونعمه ونعمه ونعمه.